وصاهم صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا، شيبة تعبان لا تقتلوا. شفت الأخلاق في الإسلام، شفت المثل العليا الراقية في الإسلام. وإلا أصل حد دمار شامل يتفاخرون بهذول، لا تخلي طفل ولا صبي ولا مرة ولا صغير ولا كبير، شو يقول لهم في وصايا صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا طفل ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، حد جالس يتعبد وحده ما هو حلقة، خلوه تركوا معناه على دين باطل. ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. فإن هذه الحقوق عند أدعياء الحقوق في القرن الحادي والعشرين، هدمون البنى التحتية، يجون حتى ناس في عزاء ولا في زواج ولا في مستشفى دقونهم حول تبعدي. شفت التقدم فين والتطور؟ من اللي يعرف الحقوق؟ ومن اللي يقوم بحق الإنسانية؟ ما هو إلا نبي محمد ومن اتبع الأنبياء.